نطلع على ملف السحابة السوداء اللي كانت بتؤرق مصر من 17 سنة تقريبا. السنة دي الوضع اختلف شوية. مش عارف حضرتك اللي تقول. صح، احنا دايما بنجيب السلبيات. ايوه ما بنجيبش الايجابيات، بس المره دي هنتكلم عن الايجابيات. بس انا ما شفتش حاجه سلبيه لحد دلوقتي. اللي عندي مشاكل، بص يا عمرو بيه، ان احنا عندنا مشاكل في البيئه يا جماعه. احنا طبعا بيتهمونا انا ما اخفيهاش يعني. انا ما اخفيهاش كويس. الوزير ده يكون صريح ويقول هذا هو الوضع، هذه هي الحلول، هذه هي الامكانيات، هذه المعوقات. كويس، انا عندي برلمان جاي، انا عندي معوقات هقدمها للبرلمان عشان يحلها لي، لان عايزه تشريعات. كويس، انا عايز اقفل مباشره، انا مش عايز اروح اخش المحاكم، عايز اخد التعويض البيئي اخده فورا زي بتاعه المرور، او ما اقدر يكون نافس. عايز كل الكلام ده كله، عايز تشريعات بيئي. عايز تشريعات، عايز البرلمان يقف معايا. طب ليه افتكرت البرلمان والتشريعات لما اتكلمنا عن السحابه السوداء؟ مش شرط، بس الملفات التانية. ولكن السحابه السوداء برضو عايز. احنا قدرنا السنه دي الحمد لله ان احنا نتحكم في السحابه 75%. كويس، باتباع اليات جديده لتمويل المتعهدي القمامه ان هم يلم، وباتباع تحويل قش الرز في الحق الى سماد او علف من الزارعين، وللاسف باتباع كمان انفاذ القانون. لان انا كان عندي السنه دي 9000 محضر، وده خلى الناس قالك ان لا جادين، لان غرامه المحضر، الغرامه الـ يعني العقوبه الدنيا هي 5000 جنيه لحد 50000 جنيه. فهو لما بيحسب الفدان الباله عشان تتجمع ب 2 جنيه وربع، الفدان بيطلع له يعني هيدفع له بتاع 1500 جنيه، فدول اقل من اللي يدفعوا. فلما لقونا جادين، والفضل يرجع لشباب الوزاره عندنا اللي ما كانوش بيناموا، والقيادات كانت موجوده، واستخدامات القمر الصناعي والواتساب. عاملين كنتوا غرفه عمليات؟ غرفه عمليات، وحطينا حتى الساده الاعلاميين عليها عشان يشوفونا واحنا بنكلم بعض. ما كانش عندنا حاجه نخبيها. فالحمد لله قدرنا ان احنا نتحكم، وبالعكس احنا وفرنا فلوس. يعني احنا وفرنا فلوس في العمليه دي. كويس، وهنستمر، لان انا مش يهمني بس موسم القش الرز يا عمرو بيه. انا يهمني الذره والقطن والقصب السكر والفاكهه. اخواننا في الصعيد عندهم مشاكل. هنمد هذا البرنامج لمصر كلها. تمام.